أهلا بكم في الدرس الأول من دروس تعلم التركية للناطقين باللغة العربية. درسنا الأول سيتضمن الأحرف الأبجدية التركية، وهم عبارة عن 29 حرف مع مفردات بسيطة تساعد في تركيز الحفظ. لنبدأ مع آ، يكتب هكذا بالأحرف الكبيرة. آ يكتب هكذا في الأحرف الصغيرة. آ، ب، جي. هذا الحرف يوجد في اللغة الإنجليزية أيضا، ولكن يختلف طريقة نطقه. في اللغة التركية ينطق هكذا جي. الحرف الرابع تشي. تشي. دي. اي. في. جي. هذا الحرف يلفظ جي. الحرف الذي يليه هو حرف غي. لديه حالتين، أحيانا يلفظ حرف الغين باللغة العربية، وأحيانا يخفف ويلفظ كحرف الياء. سوف ندرس هذه الحالات في الدروس اللاحقة. الحرف الذي يليه هو الحرف أ، يجب أن ينطق من داخل الفم هكذا أ أ. لنكرر، أعيد ورائي. آ، ب، جي، تشي، دي، اي، في، جي. يمشك جي اي غ أ. لنأخذ مفردات بسيطة لهذه الأحرف. أ، أربة. أربة تعني سيارة. بالك. بالك تعني سمكة. جيف. جيف تعني صوص. تشو جوك. لاحظوا كيف قرأت تشو جوك، أي تعني طفل. ديدي الجد. إلما تفاحة. فاري. لاحظتم كيف نلفظ مثل ما كتبنا فاري، أي تعني فأرة في اللغة العربية. الكلمة التي تليها جيمي تعني السفينة. جيمي. حرف يمشك جي أي الجي المخففة. لا يوجد هناك كلمات في اللغة التركية تبدأ بهذا الحرف، إنما في وسطها مثال أغاتش، هنا لفظ غي. أغاتش. أغاتش تعني شجرة. الحرف الذي يليه هو أ، مثال أشك. أ شك. أشك. في هذه الكلمة أتى حرفين من هذا الحرف أ أ. أشك تعني ضوء. لنعيد الكلمات لنكررها. أربا، بالك، جيف جيف، تشوجوك، ددا، إلما، فاري، جيمي، أغاتش، أشك. لنستمر في الأحرف التركية. الحرف التالي هو يشبه الحرف أ. حرف الأ في اللغة التركية غير منقوط، أما الحرف المنقوط هو إي، يلفظ هكذا إي. الحرف الذي يليه جي، مثل ما يلفظ في اللغة الإنجليزية تماما. كي. كي. لي. مي. ني.
او أ. هذا الحرف هو حرف او، هذا يخفف، او مخففة يلفظ هكذا أ. ب ر. سوف تجدون صعوبة في لفظ هذا الحرف أ في البداية، ولكن في المستقبل سوف يكون أفضل. لنكرر: إي جي كي لي مي ني أو أ بي ري. الأمثلة، نبدأ بالحرف إي. إينك، إي إينك، إينك تعني بقرة. الحرف الذي يلي جي، جي يعني جيلات، تعني شفرة حلاقة، جيلات. لا تستعمل الجي كثيرا في اللغة التركية، وإنما فقط للكلمات الإنجليزية أو العالمية الدخيلة إلى اللغة التركية، مثال كلمة جيلات. الحرف الذي يليه ك، مثال كابو، كابو يعني باب. لي ليمون، ليمون الليمون. مي تعني ماسا، ماسا تعني طاولة. الحرف الذي يليه ني، مثال عن حرف نار، نار يعني الرمان. الحرف الذي يليه أو، مثال أكل تعني المدرسة. نحن الآن في الأكل. الحرف الذي يليه أ هو عبارة عن أو مخففة، يأتي هكذا يلفظ كذلك أ رين جي. لاحظتم كيف حرف اليومشة جي، الجي المخففة لم يلفظ هنا، إذن يلفظ أحيانا ولا يلفظ في الأحيان الأخرى. هنا لفظ أ رين جي، طالب أ رين جي. الكلمة التالية بارا، مثال لحرف البي، بارا تعني نقود. الحرف الذي يلي ري، ري مثال راديو، كلمة عالمية تعني راديو. لنكرر: إينك، جيلات، كابل، ليمون، ماسا، نار، أوكل، أورنجي، بارا، راديو. لنستمر في تعلم الأحرف التركية. حرف س، س. الحرف الذي يليه ش، ت، أ، 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 ف، ي، ز. لاحظنا أيضا هنا وجود حرفين، الحرف الأول يشبه الحرف باللغة الإنجليزية ولكن هنا يلفظ أ، وهناك حرف مخفف آخر له وهو أ، أ، أ. الحرف الذي يليه ف ي ز. نكرر: س ش ت أ أ ف ي ز. لنأخذ الأمثلة البسيطة عليهم: سو، كلنا نعرف معنى كلمة سو تعني ماء. شيشمان، شيشمان تعني سمين، عكس نحيف. توب، توب تعني كرة. أوتشاك، أو تشاك، أوتشاك تعني طائرة. الكلمة التي تليها أزم، لاحظتم أوتشاك أزم، أزم تعني عنب. الكلمة التي تليها فاليز،
فاليز تعني حقيبة سفر كبيرة، فاليز فاليز. أما الحقيبة الصغيرة فهي تعني شانتا، سوف أسجلها هنا. شانتا، وهي تبدأ بحرف ال تشي، حقيبة. يول تعني طريق، يول تعني طريق. ظرف، ظرف في العربية ظرف. لنعيد الكلمات: سو، شيشمان، توب، أوتاك، أزوم، فاليز، يول، ظرف، والكلمة التي أضفناها هي تشانتا. أعيد ورائي: أ أربة، ب بالك، ج جيف جيف، ت توجوك، د دد، إ إلما، ف فاري، ج جيمي، G yumuşak G ağaç, I ışık, I inek, J jilet, K kapı, L limon, M masa, N nar, O okul, Ö öğrenci, P para, R radyo, S su, Ş şişman, T top, U uçak, Ü üzüm, V valiz, Y yol, Z zarf ve aydan Ç çanta. Ve herkese nakun